مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. وحشتوني كتير جدا جدا جدا. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. النهاردة حلقة مميزة، هنناقش فيها حاجات كتير قوي. هنناقش فيها إيمان الرئيس السيسي، هنناقش فيها هل الرئيس السيسي ملحد ولا مسلم ولا يهودي ولا مسيحي، هنناقش الإلحاد وقصته ودوافعه، هنناقش برضو إيه اللي بيدفع للإلحاد، هنناقش نهاية العالم، هنناقش كمان كام مسلسل من مسلسلات رمضان زي العتاولة والمداح والحشاشين، وحنتكلم عن تعالوا نتحاجج يقول الرب، جزئية كده ما بين الإسلام والمسيحية، ونناقشها مع بعض بأسلوب عاقل وبأسلوب مهذب يناسب ناس بتعيش في الألفية الثالثة وناس متعلمة وناس عايزة تطلع وعايزة تتنور. الأول بنيجي نتكلم في شخصية الرئيس السيسي. شخصية الرئيس السيسي يعني اللي بيبدي منها ايه واللي بيبطن منها ايه واللي بيظهر لنا منها ايه والمخفي منها ايه. الحقيقة قبل ما اتكلم عن شخصية الرئيس السيسي احب الفت النظر ان الشعب المصري شعب ذكي، يعني الشعب المصري مسيحيين مسلمين لا دينيين، هو شعب ذكي وفطن، بيفهم الإنسان كويس جدا جدا جدا، وبيعرف اللي بيضحك عليه واللي بيلعب بيه واللي بيقول الحقيقة. كلمات الصدق ممكن يعني الإنسان في البداية يتقبل كلمات صدق من الناس ويصدقها، لكن ما بيكونش على طول الخط. يعني الكذاب مهما صدقته في الآخر هتكتشف كذبه، لأن زي ما بيقولوا الكذب ملوش رجلين. طبعا رئيس السيسي تاريخه معانا اكتر من 10 سنين، ومن اول ما احنا ملناش عشم في الحكم او ملناش نية في الحكم، لغاية والله 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 ولغاية ما لو مش عايزيني لا ثورة ولا غيره قولوا لي ونمشي على طول بدون اي حاجة، وكلها سنتين وحنبقى في حتة تانية، وكلها 6 اشهر ومصر ام الدنيا وحتبقى قد الدنيا، لغاية انتوا ما تعرفوش احنا فقراء قوي قوي قوي، احنا فقراء قوي قوي قوي، ما تعرفوش كده. ولغايه انا الدهاني، انا قالوا لي لقيت حاجه كده وقالوا لي خد دي، وقبلها وبعدها، وانما يؤتي الملك من يشاء. سبحانك يا ربي، مع هذه الشخصيه المختلفه الامزجه المختلفه النفسيات المختلفة الإيمانيات، ولكن بتزيد الطينة بلة لما الراجل بعد 10 سنين جاي عرفنا ان هو راجل مسلم. الله، هو انت لما تقدمت رئاسة الجمهورية ما كناش نعرف انك مسلم؟ وانت في كل الآيات اللي كنت بتكذب علينا فيها قبل كده مش كنت بتذكر آيات إسلامية ولا آيات مسيحية ولا آيات يهودية؟ ما كانت كلها آيات إسلامية. إيه بقى اللي خلى الرئيس السيسي في حفل تنصيبه للمرة الثالثة أثناء حلفه اليمين أمام مجلس الشعب المطبلاتي، لأن مجلس الشعب ما يعتبرش مجلس الشعب، ده مجلس الشعب معين وما فيش حد في مجلس الشعب يقدر يقول تلت التلاتة كام، ورئيس مجلس الشعب أساسا جاي بالرشوة، الراجل حكم بأن تيران وصنافير سعودية بدل ما يحكم بأنها مصرية مكافأة ليه على خيانته للوطن، عينوه رئيس لمجلس الشعب. آدي الحكاية يا ابن عمي، آدي الحكاية إن بلدنا الحرامية هم اللي بيترقوا فيها، دي قصة بلدنا بالطول بالعرض. لكن الرئيس السيسي هو بيتكلم، وفي ختام الخطاب بتاعه أثناء تنصيبه قال اللهم أمتني مسلما. ليه يا عم الحاج؟ هو حد جبرك انك تغير دينك تبقى مسيحي؟ او حد او ابونا زكريا بطرس بعتك دعاك للمسيحيه مثلا؟ ولا عزرا وايزمان دعاك لليهوديه؟ ما حصلش يا ابن عمي. وهل في بوق نداك في مصر لتؤمن بالمسيح؟ ده انتوا مخرسين كله، وجهازك بتاع مكافحه
مكافحة الإلحاد ومكافحة التنصير شغال. يعني هل أنت لما تقول اللهم أمتني مسلما أضفت شيء؟ إيه اللي أضفته لما قلت اللهم أمتني مسلما؟ أقول لك أنا، أنت ضفت إيه؟ أنت بتشحت، أنت بتشحت رضاء الناس عنك، أنت بتشحت رضاء المسلمين، أنت بتغازل عقول البساطة الجعانين اللي مش لاقين ياكلوا فبتقول لهم أنا مسلم. هي أنت مسلم أو يهودي أو مسيحي أو ملحد لا تعني لنا شيئا. اللي يعني لنا شيء في هذا البلد إنك أنت تكون رئيس بتحكم بالعدل وبالمساواة وبالحقوق، وأن لا تكون ظالما وأن لا يكون في يدك دم. هل حضرتك ما كنتش ظالم؟ بلى. هل حضرتك ما كنتش قاتل؟ بلى. هل حضرتك ما كنتش فاسد ماليا واقتصاديا؟ بلى. وبلى معناها النفي، يعني انت كنت قاتل وكنت ظالم، كنت فاسد اقتصاديا. طيب ايه اللي خلاك تقول اللهم امتني مسلما؟ فكرتني باحد اعضاء احد اعضاء الاخوان المسلمين، كان عيان وكان في مظاهرة وكان في ضرب وكان عيان يعني، فواقع بين اصحابه، فقال اللهم امتني على الاخوان. ده احد اعضاء الاخوان، انا نسي يعني، هو شخصية مشهورة من شخصيات الاخوان، قال اللهم امتني على الاخوان، يعني بيظهر ان هو اخواني لاخر نفس. لكن لما رئيس جمهورية وفي خطاب تنصيبه اللي حضراه مفروض كل فئات الشعب ويقول اللهم أمتني مسلما، دي فيها رسالة، دي فيها رسالة ان هو اول رسالة ان هو بيقدم رشوة، بيداعب عقول البسطاء من المسلمين ان انا مسلم زيكم. طب يا عم الحاج، مش فكرة مسلم ولا ملحد، المهم ان الناس تاكل وتشرب، ايه يعني سلامتها ام حسن يعني انك انت مسلم والمسلم مش لاقي ياكل؟ يعني استفاد منك بايه المسلم يعني؟ يعني المسلم اللي في دولة أجنبية وبياخد معونات من الدول الأجنبية يعني بيحمد وبيعايش بحمد اللي بيسموه كفار اللي بيصرفوا عليه، وانت هنا عايش بحمدك انت كمسلم وهو جعان مش لاقي ياكل. لكن انت النقطة الأولانية انك انت اولا بتداعب خيال البسطاء، بتقول لهم انك مسلم واحنا البعض في الآخر ولا خروج على الحاكم، وفي نفس الوقت انا مسلم معناها ان انا بناصر المسلمين، انصر اخاك ظالما او مظلوما، وبتأيد قصتك في انك تظلم الناس، يعني اللي بيخطف يخطف واللي بيقتل في الاقباط يقتل واللي بيخطف في بنات الاقباط بيخطف. والدليل على كده انك انت ما اصدرتش اي قوانين عادلة حقانية ترضي ربنا، لان ربنا ما قالش في الاسلام اظلموا المسيحيين، يعني على ما اسمع يعني من اذى ذميا فقد اذاني، يقال انه حديث لرسول صلوات الله عليه وسلم، من آذى ذميا فقد أذاني، وإن خرجتم إلى الصحراء وجدتم أقواما يفترغون في الصوامع ويعبدون الله فلا تقتربوا لهم واتركوهم، يعني سلام للرهبان والشيوخ، ولا تضطهدوا امرأة ولا رجلا بيقال. لكن اللي احنا شايفينه في عهدك ان بيتم الاعتداء على فتيات الأقباط في طول مصر وعرضها، وزير الداخلية معرض قفاه ومعرض، وانت معرض قفاك برضو وساكت على اللي بيحصل للأقباط عشان بتشتري رضا بعض السوقة، بعض السوقة، لانك انت بتشتغل بحماية البلطجية، انت بتشتغل في حماية البلطجية وجيشك اللي انت معينه والميليشيات اللي انت معينها الخارجة عن الجيش، يعني بتعمل جيش موازي من ميليشيات ضد الجيش المصري الوطني مفروض. لما تقول اللهم أمتني مسلما يعني بتضع 100,000 سؤال. ايه وضع الجملة دي من الاعراب؟ في السادات قبل كده قال انا رئيس مسلم لدولة مسلمة، كان من حرقته من البابا شنودة بيرد عليه، فاصدر قرار انا مسلم لدولة مسلمة وطلع المادة التانية وغيرها وربنا رد عليه وخلص عليه. فانتوا اذا كنتوا ما بتتعلموش من دارس التاريخ هتشربوا من نفس الكاس، هتشربوا من نفس الكاس. بابا شنودة لما اضطهد وصدر امر باعتقاله
قالوا له البابا رئيس الجمهورية أصدر عليك قرار بالعزل وإيقافك، ردك إيه؟ قال لهم ردي المزمور 52 لإمام الإمام المغنيين داود. افتحوا المزمور 52 قريناه، ومن ساعة ما قريناه كنا عارفين نهاية السادات قريبة. المزمور كان بيقول، أنا مش حافظه كويس، اقروه: لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ رحمة الله إلى كل يوم. إنك تفتخر بقوتك وجبروتك، وبين جنودك تستقوي، أما أنا فزيتونة خضراء في بيت الله، يفترسك الله ويقتلعك من أرض الأحياء. المزمور بيقول كده، بيكلم الجبار الشرير اللي بيفتخر بجبروته وشره على الناس العزل، بأن ربنا هيقتلعهم من بين قوتهم ومن بين جنودهم. اقروا المزمور 52 لإمام المغنيين داود في العهد القديم: لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ ده قالوا وسمعناه كلنا من بابا شنودة لما قالوا له ردك على الرئيس السادات ايه؟ قال لهم ردي المزمور 52. اقروا المزمور 52 من مزامير داود، بيشرح بالتفصيل اللي حصل للسادات. ما بتتعلموش يبقى تشربوا. والمشكلة ان الغبي هو اللي يكرر التجربة بنفس الأخطاء وينتظر نتيجة جديدة. ده الغبي. الغبي اللي هو يكرر تجربة بنفس الأخطاء وينتظر نتيجة مختلفة. أنت بتزرع شر هتحصد شر. إن قصرت أو طالت. إن قصرت أو طالت. زرعت دماء ستحصد دماء. زرعت سيف ستحصد بالسيف. المسيح قالها: من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. قاعدة، أخذت بالدم هتتاخد بالدم. عشان كده بقول للرئيس، رئيس السيسي، أنت قلت في أحد الخطابات هم كلهم يومين إحنا عايشينهم. آه صحيح، هم كلهم يومين إحنا عايشينهم، وحنقابل ربنا، وحنقابل ربنا أنا وأنت، ويمكن اكون انا قابلك على فكره، مع ان انا اصغر منك سنا، لكن مش مشكله. انا لما هقابل ربنا ايدي ما فيهاش دم، قدام ربنا ايدي ما فيهاش دم، ما قتلتش انسان، ايدي ما فيهاش دم. يوم امر ربنا امن، ايدي ما فيهاش دم. انت ممكن تكون قاتلي وتعيش بعدي، بس لما هتقابل ربنا ايدك هتبقى فيها دم، ايدك هتبقى فيها دم. لما هتقابل ربنا هتقول له انت بقى ايه؟ ولا يمكن انت تكون مش بتؤمن بوجود ربنا؟ دي قصة تاني وحنناقشها في الحلقة دي، لان احنا في الحلقة دي هنفتحها لمناقشة، فتح نقاش مع اخواتنا الملحدين، فتح نقاش مع اخواتنا الملحدين، نفتح كده ونتحاجج مع بعض وناخد وندي مع بعض ونشوف الدنيا هتودينا لغاية فين. الرئيس السيسي قال: اللهم امتني مسلما. طب حلو، انا همشي معاك هعتبر نفسي مسلم. انا دلوقتي انا بتكلم معاك هعتبر نفسي مسلم، وهرجع اعتبر نفسي مسيحي وارد عليك. لو اعتبرت نفسي مسلم وهبتدي اقرا اشوف في الاسلام من هو المسلم، يعني لو كتبت كده حتى في جوجل من هو المسلم، هيقول لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. هو ما قالش من سلم المسيحيون أو اليهود أو من سلم الإنسان من يده ومن لسانه، لا، قال من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. طب حلو، هل المسلمون سلموا من لسان ويد السيسي؟ أنا هنا مش هتكلم عن المسيحيين، مش محتاجين المسيحيين كلام، جرائد الاضطهاد مكتوبة وخطف القبطيات موجود وقتل الأقباط موجود. لا، المسلمين، هل سلم المسلمون من لسان ويد السيسي؟ لا، لم يسلموا. قتل منهم الكثيرين أبرياء، وأفسد اقتصاديا الكثيرين، وأجاع الكثيرين. يبقى هنا هل نقدر نعتبر الرئيس السيسي مسلم بحكم القانون؟ سيبك من اللهم أمتني مسلما، دي تمنيات، وما الدنيا ما بتخدش بالتمنيات. القاعدة بتقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. هل سلم المسلمون من يدي ولسان السيسي؟ لا. طب ايه يعني عشان تبقى مسلم حسب الاسلام ما بيقول؟
المفروض المسلمون يسلموا من لسانك ومن يدك. يبقى تفرج عن المسجونين أبرياء، لأن في مسجونين كتير أبرياء. لا تقتل مثل ما قتلت الخمسة اللي قتلوا النائب العام وهم أبرياء، مثل ما قتلت الخمسة اللي قتلوا اللي اتهمتهم بقتل ريجيني وهم كانوا أبرياء، اتقتلوا في ميكروباص. غير بقى غير المسلمين بقى، مش هتكلم فيهم إذا كان الآن بقى بيفانيوس، إذا كان الرهبان، إذا كان في رهبان، إذا كان في كنائس اتفجرت من تحت سلطاتك ومن تحت مؤامراتك. دي القصة الأولى. أنا بتكلم عن رئيس السيسي، هل هو مسلم؟ طيب، طلعت اليومين دول برضو عن الإسلام حاجة غريبة جدا، إن طلعت ست الكل اللي اسمها فدوى دي عمالة حتة مخرجة فاشلة طالعة بتقول ما فيش أديان، كل المسيح مسلم، عيسى مسلم، وموسى مسلم، وابراهيم مسلم، وما فيش اديان غير الاسلام، لان الدين عند الله الاسلام. ما فيش اديان، دي كتب نزلت كده. طب الكتب نزلت كده ليه؟ طب لما الاسلام موجود من دول جه محمد ليه؟ طب ولما لما جت الرساله الاسلاميه في النهايه ليه؟ وايه كان لازمه الكتب اللي نزلت قبل كده؟ لما الكتاب اللي هو الوحيد اللي في اللوح المحفوظ هو القران الكريم، احنا كتبنا اتزورت. طب هو مش قال انا انزلنا الذكر وانا له لحافظون؟ طب الا انا انزلنا الذكر وانا له لحافظون، ليه ربنا مش قادر يحفظ كتابه سواء القران او الانجيل؟ دي قصه. طلعت الست تقول ما في، طبعا قله ادب ووساخه. يعني في دوله تانية لو طلع في دوله قال حد قال الاسلام ما هواش دين والاسلام ده دين ارهاب بيدعو الى القتل، تقوم ثورات وتقوم نعرات. لكن تطلع واحده في مصر تطلع تقول المسيحيه مش دين، لا عادي، ما حدش يكلمها ولا يقولهاش في ايه، ولا يقولهاش في ايه. وبتكلم اطفال صغيرين، ما نضمنش الكلام ده يعمل ايه بين الاطفال ويفرق بين الطفله وجارتها المسيحيه في نفس الدرج، لا ما فيش. طيب هو الفكره عيسى، هو عيسى مسلم؟ والله لو عيسى مسلم بالقياس على الايه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى عيسى مسلم. بس خلي بالكم انا بتكلم عن عيسى، عيسى ابن مريم بنت عمران بتاع القرآن، مش مسيح، لان المسيح مش عيسى. فلو جينا بالقياس على عيسى في القرآن، بقياس على ان المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى عيسى مسلم. عيسى بس مسلم؟ لا، ده في ناس كتيرة. ده هيطلع عيسى مسلم وابو بكر وعمر وعلي وصاحب الرسالة المحمدية مش مسلم. الله، ازاي؟ ما هو حسب القرآن الكريم وحسب الأحاديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل عيسى ابن مريم اللي موجود، مريم بنت عمران اللي في القرآن، قتل حد؟ لا، ما قتلش حد. هل عيسى ابن مريم بنت عمران اللي موجود في القرآن زنى؟ لا، ما حصلش. ده عمل حاجات حلوة، وهز النخلة هو صغير، وخلق من الطين طيرا، وشفى الأبرص والأكيم يبقى ما يبقى ده مسلم. عيسى ابن مريم بنت عمران بتاع القرآن مسلم. طيب أبو بكر وعمر وعلي ابن أبي طالب وعمر ابن الخطاب وصاحب الرسالة المحمدية مسلم؟ لا. ليه؟ لأن لم يسلم المسلمون من لسانهم ومن يدهم. ده قتلوا واغتصبوا وفتحوا بلاد، ويا ابن عمي خلصوا على بعض. اقرا الفتنه الكبرى، هتلاقيهم كله خلصوا على بعض. عثمان على عيش، على علي، على كله خلص على بعض. سلموا من بعض؟ لا، ما سلموش من بعض. يبقى بحكم الاسلام وبحكم شريعه الاسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني المسلم ده لازم يكون راجل امير، لا يجرح حد بلسانه ولا بدمه، لكن فيما عدا ذلك كل الخلفاء واصحاب الرسائل دول قتلوا. لكن عيسى ابن مريم بنت عمران اللي جه في القران مش بتاعنا احنا، مش المسيح بتاعنا، لا، ده حسب الرساله مسلم فعلا. ده كمان في ميزه تانية تتميز عن الخلفاء وتتميز عن صاحب الرساله. طبعا انتوا عارفين صاحب الرساله، مش عايز اكرر الاسم، ان عيسى رفع الى السماء، لم يقتل، رفع حيا الى السماء، رفع الى السماء، وما فيش حد من الخلفاء دول ولا حتى صاحب الرساله رفع الى السماء.
لكن لو جينا بقى نتكلم، عشان الأخت فدوى اللي بتتكلم حبيبتي دين ومش دين، احنا الدين ده بيبعت للرسل. الدين عبارة عن رسالة بتبقى من ربنا لأحد رسل بيكتبها بالوحي أو بغيره أو وطفر بيكتبها، يبقى ده رسول. عيسى عندكم في القرآن رسول، لكن المسيح ليس برسول. المسيح عندنا وبكل فخر بنقولها هو ربنا، هو نفسه ربنا. الله ربنا، ده في حاجات بتتقال ازاي تقول على عيسى انه ربنا؟ ازاي تقول على عيسى انه ربنا؟ هو في ربنا ده اللي هو بياكل ويشرب ويدخل لك واحد يقول لك برضه ربنا ده يروح ياكل ويشرب ويعمل بيبي؟ قول يا حبيبي قول ايه كمان. انت تقول وانت بتقول بتنسى كلام كتابك. بمعنى ايه بتنسى كلام كتابك؟ لما نيجي نتكلم عن السيد المسيح له المجد، احنا بالنسبة لنا المسيح هو صورة الله في الجسد. بمعنى ايه؟ بمعنى الله نزل في شكل جسد لكي يقابل الانسان ويتحدث معه، مثلما نزل في الشجرة ومثلما نزل على الجبل فدكه دكا. الله يعني ايه نزل وطلع؟ يعني هو ربنا ليه ايدين وليه رجلين؟ نيجي لك من كتابك، من كتابك. لما نروح للقرآن الكريم في سورة طه بيقول لك الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. احنا بنقول كمسيحيين ان الله في صوره، في صورته كمال الكون، لكن ما يقدرش انسان يشوفه يعيش لانه مهيب، فحب ياخد صورة مختصرة ويقابل الانسان، فقابله في هيئة انسان هو المسيح، ظهر له في شكل الله. ربنا ينزل في شكل ما يقدرش. ليه ما يقدرش؟ ده ربنا يقدر. لما انت تقول الرحمن على العرش، على العرش استوى، معناها قعد. استوى يعني قعد كده سلطن وقعد، ومعناها ان في عرش. ويقال عن عرش الله بيحمله ملائكة، يبقى في حاجة بتتحمل. يبقى اذا اراد ان يجلس فيستطيع الجلوس، واذا ان اراد الله ان يصير ملء الكون يستطيع. إذا أراد الله أن يسير في هيئة إنسان ويحكم الكون يستطيع. إذا أراد الله أن يصير في جسد إنسان ميت وهو داخل جسد إنسان ميت وفي نفس الوقت يحكم الكون يستطيع، لأنه الله لا تحده قدرات. طيب لما يجي القرآن ويقول الرحمن على العرش استوى في سورة طه، السورة رقم 5، يبقى هنا بتأكد أن الله من الممكن أن يجلس على عرش. مين اللي بيستطيع أن يجلس؟ الإنسان. طيب هو نفسه اللي نزل على الأرض على الجبل فدكه دكا. هل دك كل الجبال؟ لا، دك الجبل اللي قدام موسى، يبقى تحدد في مكان ودكه. طيب نيجي في حاجة في خلق الله للسماوات والأرض، قال لك إن ربنا بعد ما خلق السماوات والأرض والخليقة كلها جه في آخر يوم استند واستلقى على ظهره ووضع ساقا فوق ساق. يعني استلقى على ظهره ووضع ساق فوق ساق، وقالوا ان ما ينفعش حد يحط رجل على رجل في الاسلام، لان اللي حط رجل على رجل هو ربنا. يعني ربنا ليه ساق وحط رجل على رجل. الناس يعني اتكلموا فيها القصة دي وبحثوا فيها، وانا مشيت معهم في الابحاث، فانا قريت لكم. يعني خلق الله السماوات والأرض وبعد خلق كل شيء استند على ظهره واضعا ساقا فوق ساق. حديث، شوف الحديث بيقول ايه. حديث عن عبيد بن حنين ان الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى فوضع احدى رجليه على الاخرى، يعني رجع كده وحط رجل على رجل. القصة جت ازاي بقى؟ بيقولك بينما انا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان فقال انطلق بنا يا ابن جبير
إلى أبي سعيد، فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى، فسلمنا عليه وجلسنا. فرفع قتادة يده إلى رجل إلى رجل إلى أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة. فقال أبو سعيد: سبحان الله يا أخي، أوجعتني. قال: ذاك إن أردت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع أحد رجليه على الأخرى، ثم قال: لا ينبغي لأحدا من خلقي أن يفعل هذا. وهل صح عن الخلال والقاضي أبي يعلي وابن القيم أنهم أجازوا أن يقول الرجل إن الله رفع إحدى رجليه على الأخرى؟ هل يجوز قول ذلك عن الله عز وجل؟ ده تساؤل من أحد الناس. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير 18 وابن أبي عاصم في 761 في السنة 568، والبيهقي وصفه وكتبه في الأسماء والصفات. يعني الحديث إن دخلوا المسجد فواحد دخل لقى صاحبه حاطط رجل على رجل اليمين على رجل الشمال، فيسلم عليه فسلم عليه، فجاء صاحبه راح جرسه في رجله، قال له: جرستين ليه في رجل؟ قال: ما تحطش رجل على رجل، انا سمعت الرسول ان ربنا لما خلق الارض وخلص استلقى وحط رجل على رجل، فما يصحش انك انت تستلقي وتحط رجل على رجل زي ربنا ما حط رجل على رجل. دي جزء. يعني احنا لما نقول ساق على نقول لك تيجي، احنا ما قلنا لكش المسيح راح يعمل تواليت، لان ما حدش شافه هو بيعمل تواليت، وعيب السؤال ده يتسال. واحد يقول لك بياكل ويتبرز، هو انت شفت المسيح بيتبرز؟ احنا اتكلمنا عن فقه التبرز وفقه التنجيه، ده مش عندنا الكلام ده، ما حدش شاف المسيح هو في التواليت يا جماعه. فانت لما تقول لي المسيح بيعمل، اقول لك طب والمسيح ليه ساق وبيحطها على رجل على رجل، ومين اللي ليه ساق اساسا؟ تيجي حته تانية كمان في سورة القلم 42، في سورة القلم 42 يقول لك ايه: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. سورة القلم 42 بتقول لك في النهاية، يعني لما يجوا في الاخر ربنا هيكشف ساقه يعريها، يعني طلع رجليه كده ويحطها كده ويعريها، تيجي الناس تسجد له. لكن الناس اللي كانت عايشه بنيه مش مظبوطه تيجي عشان تسجد، الظهر بتاعها هيتطبق بقى. قصه مكتوبه فليها تفسير عن في الاسلام برضو، بيقول لك ايه: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. سوره القلم 42. حدثنا ادم، حدثنا الليث عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن ابي هلال، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يطبق ده عشان كان كذاب في دنيته. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ، وهو حديث طويل. أنا الجزئية دي هي بتاعت جزئية تعالوا نتحاجج. يعني أنت لما تيجي تناقشني وتقول لي المسيح بيروح، عيب لما تيجي تسألني وتقول لي المسيح بيروح التواليت وبياكل ويشرب زينا، ما الكلام ده ما يتقالش، لأن المسيح لم تذكر له إلا أعماله الصالحة وليست له أعمال نجاسة، ومحدش شافه هو بيعمل بيبي يا حبيبي. محدش شافه بيعمل بيبي، حتى لو أكل قدامك أنت ما تعرفوش بعد كده بيعمل إيه. فالمسيح منتهي الموضوع، ما تتكلمش وما يوصلش بيك القدر انك تتكلم عن المسيح له المجد بالطريقه دي. دي الجزئيه اللي هي ايه؟ اللي هي الاولى بتاعت السيسي اللي هو بيقول لنا: اللهم امتني على الاسلام. يا والله يا ريت المسلمون يسلموا من لسانك ومن يدك ايها السيسي. دي الجزئيه اللي هي الاولى اللي بنتكلم فيها. ولما نيجي نتكلم وبتحلى كلمة كتابكم محرف دايما تكتب لي. كتابكم محرف كتير. طيب يا حبيبي
التنقيط جه بعد كام سنة؟ اسأل نفسك السؤال ده وهات إجابته. تنقيط الكتاب جه بعد كام سنة؟ وهل التنقيط ده ممكن مش ممكن تيجي معاه أخطاء؟ يعني حبر ممكن تبقى خبر، ممكن تبقى خبز، ممكن تبقى خير، ممكن تبقى جير، ممكن تبقى جيز، ممكن تبقى أي حاجة. فهل مع التنقيط لم يحدث شيء؟ كمان أنت لما تقول لي في آية كاملة عن آية قرآنية عن الحجاب أكلها داجن، مش موجودة أكلها داجن. طب واللوح المحفوظ؟ طب وإيه فايدة اللوح المحفوظ لو ما حفظش على الآية؟ مش ممكن الإنسان يستدعي الآية من اللوح المحفوظ؟ طيب الناسخ والمنسوخ ده مش تحريف؟ ما ننسخ من آية أو ننسها إلا ونأتي بأحسن منها. هو ربنا بينام النهاردة ويجي سكران يعني مثلا قال حاجة ونسي حاجة النهاردة هيجي بكرة يفتكرها؟ ما ننسخ من آية أو ننسها إلا ونأتي بأحسن منها. يعني أعتقد اللي بيتكلموا عن التحريف في القرآن أو في التوراة، أنا مسيح بقول لكم ما فيش تحريف في التوراة، مع أنها كتاب اليهود. لا، ما فيش تحريف في كتاب اليهود. أنت تقول براحتك، لكن أنت ما تجيش تقول لي في تحريف عندك وفي نفس الوقت ألاقي كبار شيوخك وكبار علمائك لما بيحاولوا يستدلوا بنهاية الأيام بيدوروا على سفر أشعياء ورؤى يوحنا اللي موجودة في كتابنا اللي أنت بتقول عليه متحرف عشان يفسروا نهاية الأيام هتكون إزاي. ما هو لو أنت ما بتؤمنش بالكتاب ده إنه حقيقي وكلامه حقيقي، ما تستدلش عليه في فك طلاس نهاية الأيام من خلال رؤى أشعياء اللي كل شيوخك وكل علمائك المسلمين بيستدلوا بيها، ورؤى المسيح الدجال ونهاية العالم والنيران واللي هتحصل ونبوءة عن مصر ونبوءة عن غير ده من فين؟ طب انت بتستدل عن الكتاب من التوراة ولا هم أخدوا حتة حرفوا حتة وما حرفوش حتة؟ الحتة اللي ما تعجبكش حرفوها والحتة اللي عجبك بتاخدها؟ لا يا حبيبي، يا تاخد كله يا تسيبه كله. ما تيجوا تتكلموا عن التحريف عيب، اختشوا. لأن طالما عندك حاجة مكتوبة عندك اسمها الناسخ والمنسوخ ما تتكلمش، وما تجيش تكلمني عن آيات محذوفة وانت عندك لوح محفوظ، وما تجيش تقول لي الكتاب اتحرف وفي آية صريحة عندك مكتوب إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا أنا مش معنى كده إن أنا بطبل لك، أنا ما بطبل لكش. أنت أؤمن باللي تؤمن بيه بس ابعد عني. يعني إيه؟ يعني قرفك ما سمعوش، الله يكرمك. أصل إحنا بنصاب بالكآبة لما نسمع اللي هي فدوى دي اللي بتقول لك إن الدين عند الله الإسلام، وهي متمرمطة وملك يمين وراكب عليها أربعة، ولما تتنكح ثلاث مرات وتطلع ثلاث مرات تجي تقول لها محلل وطالعة تنصب رقبتها وتقول لك إن الدين عند الله والباقي ما فيش اديان. اختشوا، خلي عندكم دم شويه، ما تخلناش نتكلم، احنا ماسكين نفسنا بالعافيه بالعافيه. بعدين ما تجيش واحد بقى يجي يتكلم ونرد عليه مغسط وطيان ولا غيره ونكتب له انت بتتكلمش عن التناول، روح شوف رضاع الكبير وروح شوف نكاح الموتى وروح شوف وروح شوف، يروح يدعي عليك يقول لك احاديث مكذوبه. لما تكون احاديث مكذوبه يا حبيبي تشيلها. احاديث مكذوبه شيخ ازهرك الطيب بتاعك سايبها ليه؟ لما تكون احاديث مكذوبه تتشال. الراجل محمد بن سلمان شال الاحاديث اللي فيها لف ودوران ومكذوبه، انت سايبها تدرس لغايه دلوقتي ليه؟ ما انت ما تقوليش احاديث مكذوبه ولسه سايب كتابك بيدرس ان فتره الحمل 4 سنين وان الابن ابن الفراش وما تؤمنش بتحليل الدي ان ايه، ها؟ وملك اليمين والغلمان المخلدون والرضيعه وجواز الرضيعه ما تقوليش انا احاديث مكذوبه ولا اسرائيليات ولا مدسوسه. روح لكتبك وشيل، فور الكتب دي اللي موجودة في الأزهر اللي بتطلع أجيال من الإرهابيين. عايزين احنا والنعمة نشوف الدين السليم بقى اللي هيطلعنا خير أمة أخرجت للناس. احنا لغاية دلوقتي مش شايفين خير أمة أخرجت للناس، احنا شايفين اللي بيتقدموا دلوقتي اللي بيسيبوا التعاليم دي.
يعني لو رحت لقيت دولة عربية اتقدمت واتطورت ونجحت، اعرف انها سابت كل التعليم وديناميتها ورا. لو رحت البلاد دي وقلت لهم فترة تحمل 4 سنين هقول عليك مجنون. لكن هنا ما زال، وما زال برضه المفروض تتصل بمراتك قبل ما تروح لها، يحسن يكون معاها واحد تخليها تسربوا بره بره. انتوا قابلين الكلام ده؟ انا عارف ان في مسلمين كتير محترمين ما تقبلش الكلام ده، بس احنا لما بنناقش الحاجات دي بنناقشها لما من قلة الادب. يعني قلة الادب هي اللي بتخلينا احنا نتناول الحاجات دي، لان مش هنقدر نقعد ساكتين سامعين وما نردش. تطلع لنا واحده تعلم اطفالنا الصغيرين اللي هم لسه بينطقوا، تقول لهم الدين عندك مفيش غير الاسلام، مفيش، ما هو جاب، ما واضح من تقدمكم، يعني واضح من تقدمكم. في طالبه يا عيني ملاك، فابوها مسلم متعصب بيقول لها انت معاكي حبيبتي مسلمين ويهود في الفصل؟ قالت لي بابا انا معايا في الفصل اطفال. بنت ما تعرفش يا مسلمين ويهود يعني ايه مسلمين مسيحيين ويهود، يعني ابوها عايز يسرح فيها الطائفيه من هي صغيره. معاكي مسلمين ومعاكي مسيحيين ويهود في الفصل؟ قالت له انا معايا اطفال يا بابا، حتى الاطفال الصغيرين بيحاولوا يزرعوا فيها نطاق الكراهيه. نفسي الناس تنضف، نفسي نرجع كبار، نفسي نرجع لمصر بتاعت زمان، نفسي نرجع للقيم بتاعت زمان، نفسي نرجع لنمط 52 المسلمين والمسيحيين كانوا عايشين ازاي، بشواته وبهواته، عايشين باخلاقيات مش الاخلاقات المترديه. ادخلوا على النت شوفوا الفيديوهات اللي بيعملوها العرب ايه، والستات العرب ايه، والشباب العرب ايه، الفيديوهات الجنسيه بيتكلموا ازاي وبيحكوا قصص ايه، شوفوا الوسخات اللي موجوده على الانترنت ايه. غيروا، احنا ايام ما كان في خمسينات وستينات كان لبس قصير بس ما كانش في واحد يردش واحده، كانش في واحد يلمس واحده. دلوقتي بتبقى منقبه ويطلع لها اللي يمسك فيها، بتكون في الحج وفي واحد بيروح ماسكها. مش كل الناس، لكن انتشرت. انا اسف الكلام ده مؤلم على فكره، مؤلم ليا وليكم، لان انا عارف ان في حبايب مسلمين متضايقوا من الكلام ده، لو ما يردوش في مسلمين احرار واشراف واخلاقياتهم عاليه جدا انا اعرفهم لا يرضوا عن هذا الكلام، وبيتآذوا من كلام الطائفيه مثل ما انا اتآذى. لكن كان يجب ان انا لمح لده، كان يجب ان انا لمح لده. انا بقول ايه الفرق بين محمد بن سلمان في مصر في السعوديه، ولي العهد محمد بن سلمان في السعوديه؟ وقيس بن سعيد في تونس اللي شال المادة الإسلامية من الدستور، ما فيش حاجة اسمها دولة إسلامية، احنا مع بعض نعيش دولة إسلامية. ده ايه دولة إسلامية دي؟ انا هروح الدولة بتركع العصر ولا ايه؟ في ايه؟ انت يا حبيبي في الجامع صلي والتاني في الكنيسة وده في المعبد اليهودي وده ملحد، من قصة. لكن في الآخر كلنا أبناء الوطن، سواء تونسيين سواء مغاربة سواء مصريين، ندافع عن هذا الوطن ضد العدوان. محمد بن سلمان ربنا يطول عمره ويثبت ملكه، شال الاحاديث الاحاديه وابقى على 100 حديث من الافات الاحاديث، احاديث لا تدعو الى الارهاب. ليه ما عملش ده شيخ احمد الطيب اللي هو للاسف مش طيب، انا اسف ابن بلدي، يعني انا كان نفسي تطلع منه حركه كده زي محمد سيد طنطاوي، حركه يكتبها للزمن. محمد سيد طنطاوي لما شال كتب الارهاب وشال التعاليم الارهابيه، رجع شيخ احمد الطيب رجع الكتب اللي بتدعو للارهاب واللي فتح لنا نهار الخطف والاسلمه الجبريه في مصر، العصابه بزعامه الازهر، العصابه لن نتوقف عن كلمه العصابه. انا اسف في ناس مسلمين بتزعل على الكلمه دي، عصابه لاسلمه القبطيات في مصر، وبيستغلوا الفقر والعوز في أسلمة الفتيات، وبيستغلوا المشاكل الزوجية في أسلمة السيدات، وبيستغلوا العوز العاطفي في الضحك على السيدات وأسلمتهم. ودي تبقى أسلمة؟ يقول لك الرسول لما دخلت الأعراب وقال له آمنا، إنا آمنا بالإسلام، فرد عليهم الرسول قال قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم. رسول الإسلام كان فاهمهم،
انتوا اسلمتوا عشان ما تدفعوش الجزية وعشان خايفين من السيف. قولوا اسلمنا وفين فين على بال ما تؤمنوا، لان اساسا لما الاسلام دخل مصر ما كانش القرآن اتطبع. هو كده تبقى مسلم يا تدفع الجزية يا تتقتل. طب يا عم اسلم، قال له تعال من لسه فين كتابكم لسه هيتطبع بعد 100 200 سنة. في الوقت اللي كان فيه التوراة موجودة والانجيل موجود وبيتقري، ما كانش فيه قرآن بيتقدم للناس. يقول لك جمعوه من على ظهور الرجال ومن الاشجار ومن اوراق الشجر ومن ويطلع لك واحد اسمه البخاري بعد 200 سنه في اوزبكستان ضرير وعمره 16 سنه يكتب لك 16000 حديث، ويقول لك هو ده. ويقول لك الشيخ الازهر يطلع يقول لك ايه، لا يكتمل اسلام المسلم الا بايمانه بالسنه. السنه اللي هي الاحاديث، احاديث اللي هي بتاعت ايه، حبيبي استلم من الرضاع الكبير ونكاح الموتى، لا 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 كل ده كل ده. لكن تحيه لمحمد بن سلمان، وده الفرق بين محمد بن سلمان وشيخ الازهر. وانا ما قلتش الفرق بين محمد بن سلمان والسيسي، لا، لان السيسي بيأتمر بامر شيخ الازهر. سيبك من المنظر، شيخ الازهر يده العليا على السيسي، والسيسي بيخاف من شيخ الازهر. السيسي بيخاف من شيخ الازهر. هتقول لي ليه ما يقدرش يعزله؟ عشان الدستور بيقول انه ما يتعزلش. هقول لك، طب ما هو عزل وزير الدفاع، مع اني وزير الدفاع رتبته متحصنه في الدستور، وشيخ الازهر رتبته محصنه في الدستور، لكن شال صدقي صالح مع اني رتبته محصنه من الدستور، وما شالش شيخ الازهر لانه بيخاف من شيخ الازهر وبيخاف من شعبيه شيخ الازهر وبيخاف من السلفيين اللي ورا الازهر. دي حقيقه السيسي. اما بقى السؤال اللي كان بيضن في الناس ان هو هل السيسي مسلم ولا هل هو مسيحي ولا هل هو يهودي؟ لا، هو ما يعرفش ربنا وبس. انا اللي اعرفه ان السيسي ما يعرفش ربنا. ضيفه بقى لاي حته تعجبك يعني، بس اللي اعرفه ان السيسي ما يعرفش ربنا، لان لو السيسي يعرف ربنا ما يعملش اللي بيتعمل ده في مصر، ما يعملش اللي بيتعمل ده في مصر. بندعي لمحمد بن سلمان ربنا يثبت ملكه ويستمر في النهضه بالمملكه العربيه السعوديه، ويا ريت يجي يمسك مصر معاها، ما عنديش مشاكل يعني لو عايز يجي يمسك مصر معاها ما فيش مشاكل، يخلصنا من القرف اللي احنا فيه ده. دي الجزئيه الاولى اللي هي جزئيه السيسي ومدار وما يدور في البلاد هذه الايام. الموضوع الثاني المهم جدا اللي انا عايز اكلمكم فيه لانه يهمني ويهم الناس، الالحاد. قصته ودوافعه ونتائجه. الحقيقة ما ننكرش ان نسبة الملحدين نسبة كبيرة قوي، نسبة كبيرة قوي قوي، وبتزداد النسبة دي. طب هل هي ظاهرة صحية ولا ظاهرة مقلقة؟ انا اسف ان انا اقول هي ظاهرة صحية ومقلقة. هتقول لي ازاي يا دكتور صحية ومقلقة؟ اقول لك صحية إذا ترك أحدهم التعاليم الإرهابية وأصبح ملحد، لأن كده إحنا خسرنا يعني تجنبنا شر الإرهابي، يبقى هو ساب الإرهاب واتبع تعاليم إنسانية. بس هنقف عند إنسانية دي، لأن هل الإلحاد هو إنسانية صرفة؟ لا، ممكن يكون الإلحاد في مصر يتبع إنسانية صرفة نتيجة إن الإلحاد بيحتك بتعاليم دينية فأخذ منها بعض الإنسانيات، لكن هل الإلحاد كإلحاد صرف في إنسانية؟ هنقول يعني احنا عندنا اليابان مثلا فيها إلحاد وفيها إنسانية، بس برضو ممكن نقول إن هي التصقت بتعاليم زي تعاليم بوذا، حتى لو كانت التعاليم بس فيها تعاليم حكمة وفيها تعاليم إنسانية. برضو حتى في مصر مع إن كان في عبادة الآلهة، لكن كانت تعاليم كيمت وتعاليم الفلاح القديم فيها إنسانية، حتى لو ما كانوش كانوا بيعبدوا الله قبل أتون وقبل إله الشمس وقبل التوحيد بتاع الفراعنة، لكن كان في احتكاك بتعاليم إنسانية. فإذا كان الصين ولا اليابان، لأ، احتكوا بتعاليم إنسانية جاتهم من البوذية وحتى الهندوسية. لكن صرفية الإلحاد بدون احتكاك بأي تعاليم إنسانية أخلاقية، لأ، دي مضرة جدا. طب هنمشي حتة حتة. طب انا بتكلم في الموضوع ده ليه؟ انا في
أصدقاء ليا كتير ملحدين. أنا بحترم طريقة التفكير، لكن ما بحترمش القناعات. بمعنى إيه القناعات؟ هو بيوصل لقناعة وبيحاول يفرضها عليك. لا، القناعة أنت ما تقدرش تفرضها عليك. أنت ممكن تطرح قناعاتك وأنا أناقشها، لكن مش أقتنع بيها. أنت اقتنعت بقناعاتك دي نتيجة شيء وصلت له من خلال تجاربك الحياتية، لكن ممكن يعني يتداخل مع قناعاتي أنا وافتراضاتي أنا. طب أنا عشان أمسك القصة دي حتة حتة وبالتدريج ونناقشها بالراحة. الإلحاد من زمان، يعني الأفكار بتاعته قديمة خالص يعني. ويمكن لما نيجي نتكلم نظريا عن نظريات الإلحاد والتطور والكلام من هذا القبيل، يعني في كذا نظرية. في نظرية الانفجار الكبير بيج بانج، وقلنا يعني انفجار حصل ومن الانفجار وذرات النيتروجين و و و و طلعت مخلوقات وعملت البيئة. بكل بساطة احنا بنقول ايه الذرات اللي انت بتقول عليها؟ نيتروجين، كربون، اكسجين، مش عارف ايه انفجرت. انفجرت، عملت ايه؟ عملت مخلوقات. طيب يا سيدي، انا اجيب لك نفس الذرات بالكمية اللي انت عايزها وحطها في درجة الحرارة اللي انت عايزها وفجرها وشوف لي المخلوقات اللي هتطلع منها ايه. مش هتلاقي. فنظرية البيج بانج والكلام دوت والانفجار الكبير دي كلام فاضي. دي انت بتريح دماغك لانك انت ثابت بلانك زي ما بيقول الناس عليه، مش عايز تتناقش في اللي قبل الثابت بلانك. قبل ده، قبل الكتلة، قبل ايجاد الكتلة، قبل طب مين اوجد الكتلة ومين فجرها؟ طب انت هجيب لك الكتلة، فجرها انت ورينا هتخلق ايه. مش هتطلع حاجة. يبقى مش هنتكلم فيها بقى، يعني مش هنناقشها كتير. هنمشي مع بعض الناس اللي فكروا ونقول نظرياتهم ايه واعتراضاتنا ايه. يعني داروين لما طلع، داروين وعمل رحلة سنة 1833، راح لجنوب امريكا 1833. عشان بس نرجع لداروين، داروين كانت ليه خلفيات قديمة. بمعنى ايه؟ داروين كان اخ من 6 اخوات، وكان ليه جد عنده نظرية برضه حاطط في دماغه. نظرية جد بقى، جد داروين كان حاطط نظرية ان اصل كل المخاليق يعود لشيء واحد، اصل كل المخلوقات يعود لشيء واحد، سواء كان نبات او حيوان او انسان، بيعود لخليقة واحدة، ولتكن مثلا الاميبا مثلا، خلية واحدة لا فقرية، وتطورت كل الكائنات. قال لك يعني ايه؟ قال لك يعني مثلا طلعت مثلا حاجة زي الاميبا كده، خلايا لا فقرية ما فيهاش عمود فقري، وبعد كده من الخلية اللافقارية دي طلعت خلية بحرية زي السمكة، السمكة اللي بزعانف بقت اللي هي بتبيض اللي هي في البحر. طيب وخرج من السمكة اللي فيها زعانف دي، تطورت للضفدع، بس ما تطور ما جاش مرة واحدة، تدريجية تطورت للضفدع. يعني في فترة معينة كانت نص السمكة نصها سمكة ونصها ضفدع، وبعد كده تطورت للضفدع، وبعد كده من الضفدع تطورت لباقي الكائنات الثدييات، واللي وجات لك القرود، وبعد القرود جالك الانسان. طيب نمشي. فقال لك ايه داروين لما كتب؟ يعني قال لك ايه؟ بس كل الاشياء المتطوره دي تطورت، لكن لو وجدت كل الـ 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 الوسط المتطور موجودين في عهد واحد تثبت فشل النظريه. يعني ايه؟ ما تقدرش تلاقي الكائنات دي موجوده في عهد واحد. يعني هو بنفسه قال لك ان لو ثبت ان الحاجات دي موجوده كلها في عصر واحد تثبت فشل النظريه. طب حلو، مشينا مع داروين حته حته. طب في حفريات تثبت ده؟ عملوا حفريات تثبت ده ان في نص كده ونص كده، زي الضفدع مثلا والسمكه نصها كده ونص. لما جابوا في الاخر بقى الحفريات دي يحطوها تحت الميكروسكوبات ويحللوها، اكتشفوا ان الحفريات دي مزوره. يعني تم تزوير الحفريات لاثبات نظريه التطور. دي اول نقطه بقى. يبقى الحفريات اللي مسكوها ثبت انها مزوره، ولم تثبت حفريه فعلا لحاجه في فتره النص اللي هي مثلا ايه؟ ما بين الانسان والقرد مثلا، او ما بين الـ 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 السمكه والضفدع، يعني نصها كده ونصها كده، ما لقوش الحاجات دي فترة النص. وبعدين قال لك في تفكير تاني، قال لك الله، طب لما كله تطور
القرد تطور للإنسان. ليه في قرود لغاية دلوقتي؟ ما القرود اللي موجودة دلوقتي جاية من أجيال قديمة. طب عن طريق الأجيال القديمة دي ليه موجود قرود ما اتطورتش الإنسان دلوقتي؟ ما كان المفروض تختفي. مفيش. ده السؤال التاني. سنة 1833 راح داروين جنوب أفريقيا، وابتدى هناك يشوف مناقير الطيور. كان في مجموعة جزر هناك، وشاف يعني أكتر من منقار مختلفين، منقار قصير متني، منقار مفرود، منقار طويل مفرود، منقار طويل متني، حاجات المناقير مختلفة جدا جدا جدا. فقال لك لا، دي تطورت حسب المعيشة. قال لا، تطورت حسب المعيشة. طلع شاف الزرافة، قعد يفكر، قال لك الزرافة ابتدت بتدور على الأكل، وابتدت تاكل أوراق الشجر من فوق، فقعدت تطور رقبتها عشان تاكل أوراق الشجر، تطور رقبتها عشان تاكل أوراق الشجر، فطالت رقبتها. تطور. طب يا عم الحاج، ليه ما طالتش رقبة المعزة اللي بتاكل برضه أوراق شجر؟ ليه ما طالتش رقبة الحصان عشان ليه يعني ليه ما ليه ليش معنى الزرافة يعني؟ طب ما الزرافة نفسها بتشرب المية من تحت، بتوطي راسها من تحت، توطي عشان تشرب مية. طب هو اللي خلق اللي فوق ما خلقش اللي تحت؟ اللي خلق أوراق شجر ما خلقش حشيش؟ وليه بس الزرافة اللي طالت؟ سؤال ملوش أي قيمة. نفس الحكاية، قال لك القرود استطالت أدراعتها عشان بتتنطط من شجرة لشجرة، من شجرة لشجرة، فدراعتها طولت. طب الباقي الكائنات ليه ما طولتش دراعتها مثلا؟ اشمعنى؟ لا، ده جيناته كده، ده جيناته كده. لكن برضو بنرجع لحاجة معينة، اللي بيخلي الإنسان يخرج من الخارج العادي لأنه يدور على نظريات بعيدة عن ربنا بيكون فشل روحاني، أو إن هو كان عنده أمل وفقد الأمل ده. داروين كان عنده 10 أولاد أطفال، منهم 2 من الأطفال ماتوا في الطفولة. هو كان متجوز واحدة قريبته، فيهم واحدة فيهم أصيبت بمرض حمى، فكان عنده أمل إن تشفى البنت دي، فصلى وجاب رجال الدين. يعني خلاص قرب إنه العلم مش لاقي يعالج، فقال لك أروح لرجال الدين. فراح لرجال الدين بقى، جمعهم صلوا بقى لغاية ما تشفى البنت. البنت طبعا ماتت، ربنا أراد إنها ماتت. ففقد إيمانه بربنا، فقد إيمانه بربنا، ورجع لنظرية جده اللي هو أصل الأشياء تعود لشيء واحد، وابتدى يبحث فيها وبيحاول يثبتها. ولما تكون انت عايز تثبت حاجة بتهمل اي حاجة تنقض هذه النظرية، وبتجيب كل حاجة تثبت النظرية اللي انت عايز تثبتها. فمشي ورا النظريات دي. بنته اللي مات كانت اسمها آني، وكان بيحبها جدا، توفت بمرض الحمى. ساعتها قال لك البنت مناعتها ضعيفة عشان جواز الأقارب. يعني هو قال لك ماتت عشان انا متجوز واحده قريبتي. هو طبعا جواز الاقارب بيجيب امراض، بس طب ما انت عندك 10 أطفال، عاشوا 8 يعني، ما ماتوش الـ8. فما هياش قاعده يعني ان طالما انت متجوز واحده قريبتك يبقى العيال كلها هيموتوا يعني. هي نظريه، يفضل عدم جواز الاقارب حتى نتحاشى الامراض الوراثيه، بعض الامراض الوراثيه، امراض جينيه معينه بتنتقل كروموزوميا يعني. الحاجة التانية اللي حب ممكن اشرب مية. الحاجة التانية بقى اللي هي بقى عايز يضرب لك الانجيل، وعايز يضرب لك الكتاب المقدس، وعايز يضرب لك النظريات ان الكون من كام الف سنة وكلام. فيقول لك ايه بقى؟ ديناصور من 500 مليون سنة. لقينا ديناصور من 500 مليون سنة بتوع التطور، وده بيدحض الكتب الدينية، وما فيش حاجة اسمها كتب، مفيش حاجة اسمها جنة ونار وتفاحة آدم والكلام من دوت. هو أنا بقول، وحتى يمكن في رجال دين قال لك إن الإنجيل لما اتكلم بالشيء اللي يستوعبه البشر البسطاء، بمعنى إنها أخذوا رموز إن أكل من شجرة ومن غير شجرة، لكن هو ممكن ما يعنيه
هذا انها رموز، رموز الخير والشر، وان الانسان ربنا بيزرع الخير جواه والشر بيزرعه الشيطان، وشجره الخير اللي امرك ربنا انك تاكل منها، وشجر الشر قال لك ربنا ما تلتفت لهاش لان زرعت شيطان. فانت اهملت شجره الخير اللي زرعها ربنا وسمعت كلمه الشيطان فاتبعته، فارتكبت خطايا من قتل، وكانت اول جريمه قتل الاخ لاخوه ابناء ادم. فهي كانت الى حد ما نظريا، نظريا مش معنى كده اني بفرضها عليك، يعني عايز تصدق انها تفاحه صدق، عايز تصدق انها نظريا ورموز للجنه والنار والخير والشر. اكتشف بقى الكربون المشع فقال لك احنا كده هنطحد الاديان. الكلام اللي قاله الاديان ولا ده في حاجات مليون سنه، والانجيل والتوراه ما قالتش في ملايين سنين، لا ده في ديناصور من 500 مليون سنه. طب ايه يا عم حكايه الكربون المشع؟ الكربون المشع ده اكتشفوه سنه 1946، 1946، وابتدوا يطبقوه سنه 1963، وقال لك في حاجه اسمها نص عمر الكربون اللي هو 5730 سنه. بمعنى ايه؟ بمعنى عشان بس ابسطها لكم، النبات معروف ان النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون من الجو اللي احنا بنطلعه، احنا بنطلع ثاني اكسيد الكربون وناخد اكسجين. ربنا خلق النبات عشان ياخد ثاني اكسيد الكربون من الجو ويخزنه في جسمه ويطلع ايه؟ ويطلع الاكسجين اللي احنا بناخده. فبيبقى في كل النباتات وفي كل الخضروات في ثاني اكسيد الكربون بيبقى ثابت. ولما احنا بناكل النباتات والخضروات ثاني اكسيد الكربون بيدخل جسمنا، فبيبقى في نسبه ثاني اكسيد الكربون في جسمنا. يبقى في كل اجسام النباتات والحيوانات بيبقى في نسبه ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ده في حاجه اسمها فتره نص العمر اللي هي 5730 سنه، يعني بعد 5730 سنه نسبته بتبقى 50%، بعد 5730 سنه بيبقى نسبته 25%، بعد 5730 سنه بيبقى 12.5%، وهكذا الى ان ابقى زيرو. حسبوها قال لك ال 5730 سنه بتحتاج 50,000 سنه عشان تبقى زيرو، مفيش، يبقى انتهى. يبقى الجثه دي القديمه المتحجره لو حللناها ولقيناها زيرو ايه وهي متحجره تبقى اضعاف الاعمار دي. طيب نظريه حلوه. طب النظريه دي ناخد بيها؟ قال لك ناخد بيها خلاص 100 100. لكن اكتشفوا الاتي، اكتشفوا حاجه غريبه جدا جدا. اكتشفوا مثلا ان في فيل مات واتدفن في خشب تحت الارض واتحجر هو الخشب، جم يحللوا نسبه الكربون في الخشب لقوها ادت سنين معينه، وجم يحللوا نسبه الكربون في الفيل لقوا سنين تانية مختلفه. الله، طب ده التنين مدفونين في وقت واحد. الفيل مات اتحط جوه الصناديق، الخشب اتدفن، مفروض نسبه الكربون اللي في الخشب تكون هي نسبه الكربون اللي في الفيل، لقوها مختلفه. لا مش كده وبس، جم للفيل اخدوا عينه من رجله الفخذ نسبه الكربون لقوها نسبه معينه، واللي في الرقبه والصدر نسبه تانية مختلفه. يبقى دي معقوله الرجل عمرها مثلا 500,000 سنه والبطن 100,000 سنه؟ مفيش. كمان لقوا ديناصور لما حللوا له النسبه لقوه من 2000 سنه. قال لك مش ممكن، ده اقدم من كده. ففشلت نظريه الكربون المشع، وبقى اثبت ان هذه النظريه لا يعتد بها. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ هل معنى كده لا ناخذ بالعلم؟ لا طبعا، لابد ان ناخذ بالعلم، بس ناخذ بالعلم كوسيله للتقدم وللرفاهيه، مش عشان اكسر قوانين اخلاقيه. بمعنى ان الانجيل او الكتاب المقدس ادى تعاليم انسانيه، مش مفروض ان تيجي لك العلم يدحض التعاليم الانسانيه. التعاليم الانسانيه تساعد العلم، وربنا قال لك استفيد بالعلم، ولا يدعونا الاصحاء الى طبيب بل المرضى. يعني ربنا قال لك هو نفسه ما يكون عندك مريض خلي الطبيب يكشف عليه، يبقى ربنا اداك سبل التعليم. لكن التعليم نظريات، بمعنى تكتشف نظريه النهارده ممكن بكره تكتشف عدم صدق هذه النظريه. طيب انا لما بتكلم كده بقول لك لا اتعلم واستفيد علميا، ولكن ما تنطحش ربنا بعلمك لانك عقليتك محدوده، ولا يمكن انك انت على ذره في كره ارضيه في ملايين المجرات تنطح ربنا اللي خلق كل المجرات، مش ممكن. أو إنك تحاول توصل لكينونة ربنا، خليك في اللي أنت فيه، أنت مش هتقدر. أنت مش هتقدر توصل لكينونة الكون.
كننت الكون انت مش هتقدر توصل لها، لان عقليتك الاي كيو بتاعك محدود، انت محدوده قدراتك، فما تطلبش المستحيل انك انت تتعدى حدود قدراتك العقليه. طيب الالحاد ليه في ناس كتيره بتجري عليه، ومين هم اللي بيجروا عليه؟ وهل كل الناس بتجري عليه؟ واحد يقول لك ايه يا عم، ده الاوروبيين اللي بيفهم احسن مننا بيجوا ملحدين. وهل دي يعني دي قاعده انك تقول الملحدين اللي هم عقليتهم جباره بقى ملحدين؟ لا، وعلى فكره مش كل الملحدين، مش كل الاجانب اللي هم العباقره بقوا ملحدين، وحسبت لك ده النهارده يعني. لكن انا عايز اقول ايه اسباب الالحاد دلوقتي في بلادنا بالذات يعني. وطبعا في اسباب في الخارج، بس لكل مكان اسبابه، لكل مكان اسبابه. لكن لما نناقش اسباب الالحاد في بلدنا هنا، انا بعتبر الصدمه الدينيه احد اهم الاسباب للالحاد، اهم الاسباب للالحاد. و يعني انا هقول ايه، بس يعني احيانا بتكون الصدمه ليها مفيده، واحيانا بتكون مضره. مضره لو قضت عليك نهائي وجعلتك بدون امل في الحياه، هنا بتبقى مضره. لكن الحد لو طورك انك تفكر بصوره نورانيه انسانيه اكتر، هيفيدك. بمعنى طيب نيجي نمشي حته حته بس عشان نوصل للمعاني، لان هوصلك المعاني لو مشيت معايا حته حته هتوصل. في الاسلام طبعا في ناس كتير اصطدمت ببعض التعاليم التي وجدها البعض غير انسانيه. البعض من المسلمين وجد ان تعاليم القتل وإباحة الدماء دي اصطدمت مع انسانيته وشخصيته، فرفض الايمان ده، وقال لك لا ده ما ينفعش. سيدات، بعض السيدات اصطدمت بمثلا بعد 3 مرات طلقه لازم تتنكح من واحد ثالث. طب وانا مالي يا، وانا مالي انا، ما انت اللي رميت اليمين، ما تتنكح انت، تنكح انا ليه مثلا يعني، او انا مالي دي اختي منى مثلا يعني. في حاجات كتيرة اصطدمت ببعض الأخلاقيات عند بعض المسلمين. طلعوا البعض قالوا الحاجات دي مدسوسة، ما هو مدسوسة بس ما تشالتش. شافوا ان بعض المؤمنين المؤمنين اللي الأزهر ما بيكفرهمش، بيسبوا النساء، بيقتلوا الضحايا، بيغتصبوا النساء، بيستخدموهم كملكات يعني. اصطدموا بهذا، اتجهوا للإلحاد انهم عايزين يدوروا على صورة انسانيه نورانيه. طيب بعض المسيحيين الحد. طب ايه قصه المسيح اللي الحد؟ الحد دي المسيحي الحد بسبب رجال الدين، بعض رجال الدين اصطدم برجال الدين، بعض رجال الدين اللي هي بتمسك سطوتها انها 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 تسيطر على الانسان كليه. في عندنا في رجال الدين المسيحيين نوعيات من ده. غير كده التحكم في الاسره، بمعنى راجل مع مراته ورجال الدين بيتحكموا فيه، مع مشكلة مع مراته رجال الدين هم اللي بيتحكموا، عايز يتطلق رجال الدين اللي بيتحكموا، ما فيش طلاق. الله، وانا اتحكم عليا بالاعدام، المفروض انا مش قادر اعيش مع مراتي، اتحكم عليا بالاعدام عشان راجل الدين عايز كده؟ لا، دوس في الدين بقى، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بلاها دين، شكرا. واخد بالك؟ فده دي حاجات من الحاجات اللي عشان كده انا بدعو برضو الموضوع الاحوال الشخصية تتحل. وانا برضو ما زلت مصر على اني اوكي تعليمك تعليم كويسة، بس انت مش حكم اعدام على الشخص، مش حكم اعدام على الشخص، لازم يبقى فيه مرونه، لازم يبقى فيه دراسه استحاله المعيشه واستحاله العشره والعنه الشخصيه. الحاجات دي بيلعب بيها الشيطان وبيخلي ناس كتير تغير دينها. يا ريت الحاد بس، ده كمان الحاد ممكن تغيير دين عن دون ايمان. البعض الحد صدمه في 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 كل حاجه، صدمه في العلم. ممكن واحد يلحد برضه انه يكون واحد عنده مرض معين ويظن ان العلم نفسه هيحييه او هيعالجه، ويكتشف ان ده كله، فيفقد ايمانه في العلم نفسه كمان، ويقول لك كل ده كلام فاضي، ويطلع بدل ما بيستحمى ويعيش بوهيمي، يعيش في ناس كده تسيب شعرها وما تستحماش، طز لا شيء يهم. فدي كلها حاجات بتخلي الانسان يرتد ويتهز. لكن الصح ان انا اخلي ده، يعني المسيحي مشاكل زوجية، طلاق مش طلاق، خلافات مع رجال الدين، اصطدم. المسلم اصطدم بأحاديث، اصطدم بأفعال مش كويسة، اصطدم ألحن. يا حبيبي انت ممكن تعيش انسان بس تحافظ على انسانيتك، ودور على اللي يسمو بانسانيتك. يعني واحد لما يرجع، انا بقابل اشخاص بوذيين، انا اتمنى ان البوذي يبقى مسيحي،
لكن هو بوذي، لا ما فيش مشاكل، لانه عنده تعاليم انسانيه وبيعبد ربنا ما بيأذيش حد، البوذي تعظيم سلام، لا 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 ضرر ولا ضرار. فدي دي قصه ال 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 من ال من الناس اللي هي انا يعني عايزكم تقروا لهم ديستوفيسكي. ديستوفيسكي ده عالم، مش عالم يعني، أديب. هو درس الطب بس ساب الطب بعد كده، ودرس جيولوجيا وبعد كده اتجه للأدب. ديستوفيسكي دوت كان أبوه دكتور على فكرة، وفترة معينة ابتدى يقرأ لكاتب تاني آخر اسمه بليسكي، اتأثر بالأفكار الشيوعية، أفكار الشيوعية. الأول كان بيدور على الحق، وجد إن في ظلم في بطرسبرج اللي هي في روسيا، وظلم الإمبراطورية والقيصرية والكلام دوت، فابتدى ابتدى يتبع أفكار بلينسكي. الأول درسوا الأفكار الإلحادية يعني، قروها، ما ادتلهمش كل اللي هم فيه. لما اتبع بلينسكي واتبع أفكار بلينسكي ابتدوا يتحولوا لجمعية اسمها بتراش فيسكي، انضموا لها الجمعية دي، جمعية ثورية عايزة تثور على الامبراطور، وعايزة تشيل الحكم الامبراطوري وتخلي الحكم اشتراكي، بتراش فيسكي. فاتقبض عليهم مجموعة، كانوا 10 بس على فكرة. بلينسكي اللي هو دوت اللي هو كان صاحب الافكار دي كلها مات قبلها سنة 1848 في الحدود ديت، ومات عمره 36 سنة. وكان على فكرة كان برضو طبيب، وكان ابن طبيب، وهو حاول يدرس الطب وساب الطب. بلينسكي مات بالسل على فكرة، لكن أفكاره كان واخدها ديستوفيسكي. فلما دخل لجمعية بتراشفيسكي اللي هي الجمعية الثورية ضد القياصرة، وعايز يحرر الحكم من الحكم القياصرة والإمبراطوريات، اتمسك هو 10 معاه واتحكم عليهم بالإعدام. لما تقروا لما كان بيحاول يعني أول ما اتحكم عليه بالإعدام وخلاص طالع على المقصلة، كان مستعجل قوي إن هو يتعدم، وكان حاسس إن الوقت طويل قوي، الوقت طويل قوي إن هو هيتعدم، هيطلع له والوقت طويل، هو عايز يتعدم ويخلص بقى، لدرجة إنه حطوه قدام المقصلة، قعد سرح في الحارس اللي قدامه اللي هو هيشد المقصلة ده، انه لاحظ ان الزراير بتاعت البدلة العسكرية بتاعته مصدية، وانه طلع له خراريك في وشه. وقبل ما تتشال ال يعني اللي هي المقصلة دي تنزل تعدمه، صدر امر ستوب، صدر امر من الامبراطورية بانه هو يوقف حكم الاعدام ويترحل لاربع سنين اشغال شقة في سيبيريا. لما راح لسيبيريا ابتدى بقى يكتب، ابتدى يكتب كتابات كتير، وابتدت افكاره تتغير. من الحاجات اللي كتبها لما قعد يغوص، ربنا موجود مش ربنا موجود، لما كتب رواية الاخوة كرامازوف اللي هي الاخوة الاعداء، يمكن احنا مثلها هنا حسين فهمي ونور الشريف ومحي اسماعيل ويحيى شاهين. كان في جملة دايما نور الشريف بيقولها، إذا لم يكن الله موجود فكل الأشياء تحل حتى الجريمة، يعني لو ربنا مش موجود أي حاجة تتعمل حتى الجريمة. عشان كده بقولك إن الملحد إن لم تكن بجانبه أفكار إنسانية زي البوذية زي الصينية زي المسيحية زي أفكار الفرعون القديم، ما يقدرش يمسك في المسلم، لأنه هتبقى كل شيء يحل حتى الجريمة، والغاية تبرر الوسيلة. هنقرا شوية عن أفكار ديستوفيسكي. بيقول لك في صباح يوم 22 ديسمبر 1849 اقتيد ديستوفيسكي مع رفاقه 10 المساجين المتهمين بالانضمام لجمعية بتراشفيسكي الثورية لإحدى ساعات بطرسبرج، وذلك لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم في ذلك الصباح نفسه. حكم عليه بالإعدام، وقبل تنفيذ الحكم وأمام المقصلة
خفف الحكم وتغير إلى السجن 4 سنوات مع الأعمال الشاقة، ونفي إلى سيبيريا، وبعد ذلك أطلق سراحه سنة 1854 وعمل على الحدود المنغولية كجندي. كما أن هذه التجربة، العمل القسري في معسكر اعتقال في سيبيريا، كانت السبب في تحول دوستويفسكي من اعتناق أفكار بيلينسكي وأطروحاته الثورية العدمية إلى المسيح وإنجيله. يعني ترك أفكار بيلينسكي واتجه إلى أنه يدرس الإنجيل ويفكر فيه، وابتدى بقى يحط أفكاره بيلينسكي. قال لك إيه؟ أشار دوستويفسكي إلى أن الإنسان لا وجود له ما لم يكن هناك إله. يعني ما فيش وجود للإنسان لو ما فيش وجود لربنا. يعني أنت عدم وجود الله وعدم وجودك. فإذا كنت يعني إذا كنت أنت بتعتقد أنك غير موجود، فإن الله غير موجود. لأنك اعتقادك أن الله غير موجود معناه دونية الإنسان. يبقى الإنسان دوني، ملوش لازمة يعني. يشير دوستويفسكي لأن الإنسان لا وجود له ما لم يكن هناك إله. وقد جاءت كتابات دوستويفسكي في هذه على خلفية علمانية القرن 19. يعتقد دوستويفسكي، بيقول ايه بقى؟ لو لم تعرف البشرية صفح يسوع ومغفرته سنكون جميعا مذنبون. قال لك لو البشرية ما عرفتش صفح المسيح وغفرانه كلنا هنكون مذنبين، ملناش غفران. زي ما قال بولس الرسول، ان كان لنا رجاء فقط في هذه الحياة فنحن اشقى جميع الناس. يعني بولس الرسول قال لك احنا رجائنا فوق في السماء، لينا حياة تانية، لكن لو رجعنا فقط هنعيش ونموت هنا احنا اشقى جميع الناس. بولس الرسول العظيم في الفلاسفة، فيلسوف المسيحية، قال ان كان لنا رجاء فقط في هذه الحياة فنحن اشقى جميع الناس. عشان كده دوستويفسكي بيقول لك لو لم تعرف البشرية صفح يسوع ومغفرته سنكون جميعا مذنبون. وكتب بقى في مقالته الوسط، لو احنا ما نعرفش، لو احنا قلنا ان المسيح مش موجود ندخل إلى قاعة المحكمة، لو احنا فاكرين ان المسيح مش موجود ندخل إلى قاعة المحكمة تتملكنا فكرة مفادها اننا نحن ايضا مذنبون. المسيحية مبنية على المحبة الطليقة في الرب وعلى مبدأ احب قريبك كما تحب نفسك، وتعترف بتأثير الوسط المحيط، ولكنها تغلب الرحمة تجاه الخاطئ والآثم. بمعنى قال لك لو انك انت ما فيش مسيح وما فيش غفران للمسيح انت مذنب، منتهي القصة دي. خطأ انت يبقى قدامه على طول الحساب والقسوة، لكن في وجود المسيح يوجد الخطأ والعدل مع الرحمة، والرحمة لا تتنافى مع عدل الله. يعني عدل الله ورحمته يتفقان. بمعنى ايه؟ انك انت لو سرق واحد وكان جعان غير لو سرق واحد هو غني. لو واحد قتل واحد عشان بيتسلى، حصل في ناس كانت بتقتل وشافهم دوستويفسكي في السجن، في ناس دخلت السجن عشان بتقتل الناس للتسلية، وفي ناس اضطرت تقتل عشان تقدر تاكل. هل ده يستوي مع ده؟ في فرق بين الاتنين، لكن الله احكامه عادلة. فقال لك ايه؟ افكار المسيحية مبنية على المحبة الطليقة في الرب وعلى مبدأ احب قريبك كما تحب نفسك، وتعترف بتأثير الوسط المحيط. يعني الوسط المحيط ليه دور في حياتك، ولكنها تغلب الرحمة تجاه الخاطئ والآثم. تغلب الرحمة، الرحمة موجود مع العدل، ولكنها تغلب الرحمة تجاه الخاطئ والآثم. فالجريمة هي انفصال عن المسيح. كونك ارتكبت جريمة انفصلت عن المسيح. المسلمين اخواتنا بيقول لك ايه؟ لا يخطئ المسلم وهو مؤمن. يعني بيكون ناس الإيمان وناس ربنا هو بيخطئ. هنا بيقول لك إيه؟ الجريمة هي انفصال عن المسيح، هي التعاسة، هي الحرمان، والمنفصل المحروم من الضياء الروحي، منسلخ عن الحقيقة، وهو في مثل هذه المصيبة العظيمة يستحق الشفقة. لكن الجريمة في كل الأحوال تبقى جريمة، لأن الإنسان ترك العمل الطيب مع أنه كان يمتلك حرية أن يقاوم إغراء الشر. يعني كونك ارتكبت جريمة، لا، ده انت مخطئ، لانك انت ما قاومتش اغواء الشر. ومن المهم ان نفهم ان العقاب المطبق جراء الاعمال المخالفة المرتكبة ان هو الا اثقال في عنق المجتمع جراء مخالفة القوانين العامة.
العالم الأرضي مبدئيا غير كامل، الاسم يقع على كل شخص وكل الشعب مذنب مع كل مجرم ومع كل من خصته أمام الله من الذنب. يجب أن يسير البشر إلى الأمام متوسلين الندم المستمر والتطور الذاتي، طامحين إلى مراتب أخلاقية أرقى. الفكرة أن هو كان قدام مقصلة الإعدام ولا مفر، وهو قدام الإمبراطورية مذنب ويستحق حكم الإعدام، لكن في لحظة رفع حكم الإعدام. طبعا ده تدخل إلهي أن يرفع حكم الإعدام، ربنا اتدخل. هو ابتدى يفكر، لا العملية ما تحسبش كده، مش واحد زائد واحد زائد واحد تساوي اتنين، مش إمبراطور أمر بقتلي يبقى أنا أقتل، لا ده في كون تاني وفي إرادة تانية. ابتدى يفكر بقى ويدرس المسيحية ويقرب منها. دستوفيسكي كان في بطرسبورغ، كان في روسيا معقل الشيوعية والإلحاد برضه ومعقل الأرثوذكسية في نفس الوقت، لكن عرف من خلال دراسته العملية للإلحاد ودراسته الحياتية للواقع أن يصل إلى حقيقة أن الله موجود. دوستويفسكي أقر بهذا. من الكتب العظيمة اللي كتبها دوستويفسكي الجريمة والعقاب، يعني يا ريت على فكرة ممكن تنزلوا الكتب دي مكتوبة بالعربي من على الإنترنت، سواء الإخوة كرامازوف الإخوة الأعداء أو الجريمة والعقاب. لو قريت دوستويفسكي خطير، وتخيلوا بقى لما تقروا لواحد روسي يقربك لربنا، يقربك لربنا، وانت ممكن تكون شاكك ده هيقربك لحد. انا بوجه الكلام ده لمين؟ في بعض الملحدين بينظروا لنفسهم نظره ان هم عاليين عشان هم يعني راقين. الولا راقي بقى، الولا ملحد، الولا بقى راقي بقى ومتطور، والولا يعني عدى بقى، يعني خلاص اعلى من ايه ده، ايه وجيدة اللي بيؤمن بربنا ويصلي او بيؤمن بان ربنا، ايه ده، احنا تطورنا، احنا تبع هوبكنز، احنا تبع داروين، احنا تبع التبانج، احنا ده كله في شنك. كل من يظن ان الله غير موجود هو يظن الدونية في ذاته، ومن يظن نفسه راقيا يجب أن يكون هناك إله أوجد هذا الإنسان الذي يعيش بهذا الرقي في هذا الزمن. تقول لها يا مؤمنين، تقول لها الحتة التانية بقى الإلحاد والإيمان. الله، طب أنت ما بتستفيدش من الإيمان؟ أبدا بستفيد. يكفي يا أخي أنا عيان، أنت بتقول أنا عيان وبأمن بربنا، اعتبرني يا سيدي أنا بأمن بربنا وحاطط أملي عليه وعندي هوفنونج وعندي هوب، مش افضل من اني اعيش بدون امل ابقى هوفنجلوس او بدون هوب؟ مش ده افضل؟ مش اسكن نفسي لغايه ما اموت ولا اقوم انتحر؟ وده السبب ان الملحدين في الخارج بينتحروا. اكبر حالات انتحار موجوده في الملحدين بره. ليه؟ خلاص اقول لك كده، انا هموت زي الكلب بتاعي، زي الكلب، ماليش حياه تانية، ماليش حساب، ماليش غيره، خلاص فلنأكل ونشرب ان غدا نموت وخلصت على كده، ومسستم دماغه على ده، مفيش حساب بعد كده، عملت ما عملتش، قتلت ما قتلتش، اغتصبت ما اغتصبتش، ظلمت ما ظلمتش، سرقت ما سرقتش، منتهي العمليه ان مفيش حساب. دي مشكله كبيره. هو بيقنع نفسه بده لانه مش عايز يتحاسب، لانه مش عايز يرجع لورا، لانه مش عايز يبص على باب قفله. في مشاكل، انا كنت في بابه وخرجت منه، جوازه فشلت فيه، علاقة مع رجال دين طلعوا دين أبويا. يا عم هو أنت لازم علاقتك تبقى برجال الدين؟ أنت ممكن تعبد ربنا في بيتك بدون لا تروح لجامع ولا كنيسة، بس تعبد ربنا الحق. مسيح ممكن يبقى في بيتك، ممكن يبقى جوه قلبك، أنت مش محتاج كاهن ولا رجل دين عشان يوصلك للمسيح. المسيح ممكن يعيش معاك، ممكن يدخل لك، ممكن يطبطب عليك، ممكن يديك كلمة شفاء، وبيدور عليك وبيسندك وأنت ما بتحسش. عشان كده دايما بقول لك لا، الايمان بربنا بيفيدك كشخص. معدلات الانتحار بتزداد مع معدلات الالحاد. قبلت ذلك او لم تقبل انت حر. واحد يقول لي طب لماذا تقدمت الدول الغير دينيه؟ وهل كل اللي في الخارج المتقدمين دول ما بيؤمنوش بربنا؟ مين قال لك كده؟ هذا في ناس علماء كبار مؤمنين بوجود الله.
وبيصلوا، انا بشوفهم في الكنيسه وبيروحوا. في اللي مش مؤمن؟ في. طب تقدم ليه؟ لانه خلى وقته، كرس وقته للعلم. واسعى يا عبد وانا اسعى معك. ما كرسش وقته في بيوت الدعاره مثلا، ما كرسش وقته للحلم بحور العين، ما كرسش وقته لقتل خلق الله عشان يوصل للحور العين. كرس وقته للعلم. هل احنا بنكرس وقتنا للعلم في بلادنا؟ ولا حتى اللي بيروح يتعلم في المدرسة تطلع للمدرسة تقول لنا الدين عند الله الإسلام وعيسى نبي وموسى نبي وكل من له نبي صلى عليه. قمة الجهل، قمة الجهل. نخش بقى نقطة تانية مهمة برضو، في ناس كتيرة كل يوم تطلع فيها وتناقشها. تقول لك نهاية العالم. طب ما نسأل ليلى عبد اللطيف نشوف نهاية العالم امتى؟ ما نسأل الحاج فلان نشوف نهاية العالم امتى؟ على فكرة يا جماعة، أنا بالنسبة لي معروف، وبالنسبة لكل واحد فينا نهاية العالم معروفة. ونهاية العالم مش نهاية واحدة، هي نهاية العالم امتى؟ نهاية العالم بموت الإنسان. فنهاية العالم للإنسان تنتهي بموته. يوم موت الإنسان ذاته هي نهاية العالم. أما حكاية يعني إن الأرض تتطبق وعليها وطيها والكلام من ده، لأ دي قصة تانية. إن كانت قبل آلافات السنين وممكن تيجي آلافات وملايين السنين تاني. وزي ما في كوكب واحد هو الأرض، في مجرات وفي كواكب تانية، مش قاعدين هم مظلات، لأ دي حكم تانية. فكل الافتكاسات ديت أفر نهاية العالم هتنفجر الكرة الأرضية. طب ما في كور تاني، في ملايين الكور زي الكرة الأرضية. هل لو انفجرت الكرة الأرضية واتنسفت بالقنبلة النووية يبقى نهاية الكرة الأرضية وليست نهاية العالم أو الكون؟ لأن الكون فيه ملايين المجرات، ولا توجد قنابل تستطيع تفجير ملايين المجرات مهما وصلت القنابل النووية. تقدر تفجر القنبلة الأرضية ماشي، طب انت تضمن انك انت اروحك ما بتنتقلش الكواكب تانية بعد كده؟ انت ما تعرفش. انا بعتبر لخص القصة نهاية العالم بالنسبة لكل انسان هو اليوم اللي بيموت فيه هذا الانسان. يعني انا نهاية العالم بالنسبة لي يوم ما اموت، دي نهاية العالم بتاعتي. نفس الكلام بالنسبة، ربنا يدي طول العمر للمستمعين والمشاهدين. نهاية العالم لكل انسان هي بوفاته، دي نهاية العالم. السنة دي كان معانا رمضان، واهلا رمضان. وانا بحب اسمع، يعني لما بيكون عندي وقت اسمع الحلقات واخد فكره عن بعض الحلقات بتاعه رمضان. في طبعا حلقات انا حضرتها كلها، وفي حلقات حضرت بعض منها، يعني عتاوله حضرت منها يمكن 15 حلقه. لكن اللي انا شايفه في بدايه ال 15 حلقه ان هو بيديني فكره ان في طفاش خزن، طفاش خزن لاحمد السقا بس بيعمل خير. انا مش عارف ايه الفكره اللي هي عايزين توصلوها لنا. يعني ايه واحد بيطفش خزن وبيسرق؟ وقال ايه ما يعني ايه؟ يعني روبن هود يعني بياخد من الغني يدي الفقير؟ وكلام الكلام ده يتماشى مع القصص بتاعه زمان. الانسان لا يتجزأ، الانسان الكويس اللي عنده قيم لازم يكون من كله. ما تقوليش ان هو عنده شرف وعنده كرامه مع الستات بيروح، بس بيروح يطفش خزن ويروح يسرق اثار. بس هو كويس واخلاق عاليه الحقيقه، بس هو بيطفش خزن. هو ممتاز بصراحه، واد رجوله وجدع، بس حرامي. ايه هو ده؟ ايه الفكره اللي عايز يوصلها لنا مسلسل العتاوله؟ يعني هو طبعا طارق لطفي ممثل كويس قوي يعني، ولو اني يعني انا مشاهد البلطجيه دي ما بحبهاش، يعني لان زادت في مصر قوي. نفسي اشوف مشاهد اللي كنا بنشوفها زمان ايام عماد حمدي وحسين رياض، الناس المحترمه اللي لابسه كويس. لكن الهلاهيل والبلطجيه والواخد راسه على الزير والكلام من هذا القبيل ديت، معرفش الحاجات دي طلعت كده، انا بعتبرها دخيلة على المجتمع المصري.
ما دخلنا للمداح، مسلسل المداح بتاع حمادة هلال، هو كل سنة بيعمله. طبعا الناس بتحب أي مسلسلات بتتكلم عن الجن، بيحبوا هذا العالم المجهول، الجن وما يدور في عالم الجن. لكن أنا لاحظت السنة دي حاجة غريبة أوي. ليه الخلط ما بين الفراعنة والشيوخ؟ وإن الشيخ بتاع ربنا اللي بيعرف ربنا بيتلقى الهبات والإلهامات من ربنا ومن الجن الطيب في معابد الفراعنة. التركيبة دي غريبة شوية. التركيبة التانية الذكية اللي اتعملت في المسلسل ده تركيبة رجل الدين اللي هو الشيطان، هو نفسه رجل الدين في الجامع، الشيخ اللي بيعظ الناس وبياخدوا منه بركات وبيبوسوا على ايديه واحيانا بيقومهم في الصلاة، وهو الشيطان نفسه اللي هو بيمثله فتحي عبد الوهاب. الحقيقة فتحي عبد الوهاب من الناس الممثلين الرائعين، اللي هو قدراته عالية جدا وبيعرف يغير جلده كويس قوي وبيعرف يتنوع في الأدوار وبيأدي كل أنماط الأدوار المعقدة. يعني فتحي عبد الوهاب شابوه، ممثل من الممثلين التقال قوي، ممثل تقيل جدا جدا حقيقة يعني، وبيطور نفسه. حمادة هلال طبعا أمور جدا، سواء صوته الجميل سواء أداؤه الهادي، يعني بيعجبني أداؤه الهادي، مش مطلوب منه يعني أداء أكتر من كده مبالغ فيه، لأن الشخصية محدودة بالتركيبة دي. لكن الأداء المتنقل، الأداء اللي فيه تعبيرات أكتر، في أداء أكتر، في أداء متغير أكتر، لا أداء فتحي عبد الوهاب. طبعا أنا بعتبر فتحي عبد الوهاب بصمة من بصمات مسلسل المداح. لكن الرسالة اللي عايز يوصلها لنا المسلسل من رجل الدين اللي هو الشيخ اللي بلاقيه بيروح يقرأ قرآن وهو في المسجد وهو نفسه الشيطان. الله، ده بيقرأ قرآن. يعني حمادة هلال لما بيحب يخرج شيطان بيروح يقرأ قرآن على الشخص اللي لابس شيطان. لكن أنا أروح ألاقي الشيخ اللي بيؤم المؤمنين في الجامع هو بيقرأ قرآن وبيستشهد بآيات من القرآن. دي اللي جديدة. ممكن، عايز أقولك، ما تصدقش كل شيخ بيكلمك. هو مش ممكن يكون عندنا من الشيوخ في شياطين؟ آه. ومش ممكن يكون عندنا في رجال الدين المسيحي، رجال دين مسيحيين، هم شياطين؟ ممكن، ممكن جدا، لأنه في النهاية إنسان. طب الشيطان يظهر في شكل رجل دين مسلم؟ هو نفسه الشيطان بيتجسد في شكل رجل دين مسلم أو حتى رجل دين مسيحي. دي الجديدة، لأن التجسد يظهر ويطلع ويلبس بدلة ويلبس عباية ويقعد للشيطان. دي الفكرة الجديدة اللي طرحها المسلسل السنة دي. ما تيجي للمسلسل التحفة الحشاشين بقى. في مسلسل الحشاشين طبعا كريم عبد العزيز ده معروف، يعني المايسترو اللي هو انت بتقبله وبتحبه في اي دور. لكن ابدع في هذا الدور، لان الشخصية دي موجودة، يعني شخصية انك تشوف واحد بيستغل الدين وبيضحك على الاتباع موجودة، وشفناها في رجال دين، شفناها في رجال دين بيطلعوا يوعظوا وهم بيضحكوا في نفس الوقت بيدعوا للقتل وقتل الناس وتفجير الناس، شفناها رجال دين كتير قوي. لكن هنا كريم عبد العزيز بيمثل دور حسن الصباح اللي بيغسل العقول وبيبرر القتل. وغسل العقول وتبرير القتل والوعد بالجنة ده موجود لغاية دلوقتي. يعني اللي قتل الأنبا أبيفانيوس في الدير، الشخص اللي الدولة كلفته بقتل الأنبا أبيفانيوس في الدير، موعود بالجنة. الشخص اللي راح فجر كنيسة القديسين واستخدمه حبيب العادلي انه يفجر الكنيسة، موعود، وساعدته من الدولة والداخلية، ساعدوه في المفجرات وكده من الدولة.
سواء في أي دولة الشيوخ اللي بيجندوا الناس انهم يفجروا نفسهم في الشعب او في الكنائس او حتى في الجوامع موعود انه هيقابل ربنا. داعش اللي رفض تكفيرها شيخ الازهر بيوعدوا ابنائهم بالحور العين والغلمان المخلدون في الجنة وبيستخدموا معاهم مخدرات. الشيء اللي انا مستغرب له في مسلسل الحشاشين، المسلسل أظهر مرتين لحسن الصباح اللي هو كريم عبد العزيز وهو صغير وقع في بير وكان المفروض يغرق ويموت، بس اللي أنقذته جنية. ما اتكلمش عن دور الجنية معاه ايه، بس بعد ما طلع الولد ده كان بيقول لكل شخص كل حاجة عنه، يقراه، يعرف أخباره، يعرف خلفياته، لكن المسلسل ما قالناش إن الجنية ليها دور في ده، أغفل هذا الدور. لكن اثبت اني لما نزل كان في جنيه معاه في البير. الجزئيه الثانيه بعد ما كبر وقبل ما يموت حسن الصباح ظهرت له الجنيه. طب ان بتوين يعني ما بين انسفيشن، ما بين ساعه ما كان في البير وساعه ما مات في الاخر وظهرت له الجنيه، ايه دور الجنيه معاه في الحوار ده؟ ما حدش يتكلم فيه. في ناس ادعت نبوات كتير وادعت ان في ملائكه ظهرت لها في غار او في بعض القبوهات او غيره، وكان قال لك لا ده مش ملائكه، لا ده جن، ده 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 ده. المسلسل يقصد ايه؟ ايه الفكره؟ لكن الشيء القوي اللي عجبني في المسلسل ده هو دور بارزك أميد اللي مثله الممثل، أنا أول مرة أشوفه، سامي الشيخ مثل دور بارزك أميد اللي هو أنقذ الشيخ حسن الصباح من الإعدام على يد صديقه نظام الملك، قتل الحرس وخرجه وصار مؤمن بيه. لكن في النهاية حسن الصباح شرب من ناس من نفس الكاس، يعني حسن الصباح أوهم الناس كلها بما فيهم بارزك أميد بإن حسن الصباح صاحب مفتاح الجنة، وإنه ممكن يشفي وممكن يقوم وممكن يعمل معجزات. حسن الصباح عشان مجده الذاتي قتل ابنه الهادي عشان يثبت إنه صاحب دعوة أمير. برزك أميد اللي مع حسن الصباح طول الوقت استفاد من كل ده. برزك أميد قتل الحسيني ابن حسن الصباح وأقنع حسن الصباح إن ابنه صعد للسماء حي، إنه من الأولية، بعد ما برزك أميد اكتشف إن حسن الصباح ده ما هو إلا إنسان عادي شربه من نفس الكاس، وقال له ابنك صعد قدامي للسماء، تقدر تكذبني؟ ما احنا صدقنا إنك أنت صاحب مفتاح الجنة، وصدقنا إنك أنت بتشفي، وصدقنا وصدقنا وصدقنا، أنا بقول لك ابنك صعد للسماء وبركات. اضطر حسن الصباح يبلعها، وبرزك أميد بعد ما مات حسن الصباح مسك برزك أميد ولي بعد حسن الصباح، وهكذا من كاذب إلى كاذب، ومن ولي إلى ولي، ومن حشاش إلى حشاش، إلى الآن نعيش في عصر الحشاشين، نعيش في عصر الحشاشين. طبعا دور الحشيش كان واضح جدا، حلم الجنة انه ويدخلوه الجنة وكلام من هذا القبيل، ولو ان يعني من دراستي الحشيش ما يوصلش لده كله، لكن هي الوهم، سواء حشيشه مع خمرة، سواء حشيشه مع مواد هلوسة، والوعد بالجنة والكذبة بتاعت الجنة اللي بيدخلوها الناس عشان بس تعرف ان اولها واخرها كذب وما فيش كلام من ده، واللي انت ممكن تشوفه في الجنة وتحارب عشانه انت ممكن تشوفه في الارض، وحسن الصباح كان بيوريه على الأرض للناس. يبقى الجنة هي مش ما لم تره عين ولا ما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر زي ما الكتب قالت لنا وزي ما الكتب الدينية قالت لنا، لا ده جنة ربنا عملها حسن الصباح على الأرض عادي وزور الناس ليها تحت تأثير المخدر وخدع الكثيرين بهذا. المسلسل الثالث حق عرب، حق عرب هي قصة قوية جدا، قصة جميلة يعني عجبتني، يعني
التيمة بتاعتها والحل بتاعها. بس أنا ما عجبنيش إن دينا فؤاد في الآخر تتظلم يعني. يعني دينا فؤاد اللي مثلت دور حنان البنية الغلبانة اللي كانت بتعمل الشاي ده، اتظلمت واتجنت وابتدت تمشي حافية، دي اللي ألمتني شوية. لكن فيما عدا ذلك المسلسل قوي وأفكاره كويسة. أحمد العوضي مستقبل لنجم كبير، بس محتاج في الوقت الحالي برضه التدريب، انه يشتغل على نفسه اكتر. بمعنى عشان نقول كلمه، انا بقول، انا مش بنتقد، انا بقول مستقبل نجم كبير. اول 10 حلقات لاحمد العوضي ما كانش 100 100 ليه؟ كان في، انا مش في كل مظهر غضب لازم احمر عينيا ولازم اتنفس عالي ولازم اعمل كده، دي انا ما عجبتنيش في اول 10 حلقات. منظر الاندفاع والحميه قوي كده، انفعالي شويه، ما كانش، ما بيبقاش كده يعني. لا، نتدرب على ان ادائنا يبقى اداء تدريجي، الانفعالات بالتدريج. نشوف محمود المليجي لما كان بينفعل ازاي، فريد شوقي الانفعالات، الناس اللي زي زكي رستم. بس انما النظرات مش بحلقه، مش كله بحلقه يعني، اول 10 حلقات. لكن الحقيقه ابتدى الاداء بتاعه من بعد اول 10 حلقات يرتقي، خصوصا في الحلقات الاخيره، وخصوصا في الادوار اللي هي اتألم فيها وبعد ما ادمنوا المخدرات واداها له. من الجزئيه دي ابتدى الدور بتاعه يبقى عالي. فده ما بيخلناش بنحكم بهدم الشخصيه، لا، هو ممكن يتطور ويبقى ممثل قوي، عنده الملكات وعنده الـ 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 الادوات، بس يتدرب، محتاج يتدرب. احمد العوضي. الاستاذ الكبير انا ما اقدرش، ده رياض الخولي. ده هو اللي بيشيل العمل للنجاح. من الاخر اللي بيشيل العمل لنجاح هو رياض الخولي. رياض الخولي ممثل قوي جدا جدا جدا، معدي، اداؤه رائع، اداؤه المتغير، التعبيرات المتطوره، التعبيرات المتغيره حسب كل موقف، الانفعالات اثناء الغضب واثناء الانبساط، فنان. من الاخر انا بعتبره فنان ينتمي الى فنانين الزمن الجميل. فنان العمل مع رياض الخولي بيعدي. انا بعتبر رياض الخولي هو يعني مجرد وجوده في اي عمل فني بيشيل هذا العمل، وبيبقى محطوط عليه ثقه كبير في نجاح هذا العمل، رياض الخولي الحقيقه. دينا فؤاد طبعا مثلت اداء عالي جدا جدا جدا. وفاء عامر استاذه يعني ادائها جميل 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 جميل، اداء عالي عالي عالي، اداء الام، أداء الـ 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 الإنسان اللي تحت ضغط، أداء الإنسان المقهور، أداء الأم المحبة، أداء الزوجة الشريفة الطاهرة اللي بتحب أولادها، كل ده توفر في وفاء. لها مثلت دور صباح. رباح وليد فواز خطير، من الممثلين الأقوياء جدا جدا. وليد رباح مقنع، مقنع في الشر، مع هو شخصية محترمة خارج الاستوديو كمان يعني. يعني شفت له لقاء قبل كده خارج الاستوديو، انسان محترم. جوه لا، مجرم، مجرم تمثيل يعني قوي جدا. كارولين عزمي، برافو عليكي. كارولين عزمي، برافو عليكي، برافو عليكي، برافو عليكي يا بنتي. اموره، اموره جدا، متمكنه من ادواتك، الطفوله بتديها كويس جدا، الجمال بتديه كويس جدا، البراءه بتديها حلو جدا، المحبه بتديه حلو، الغضب بتديه حلو، الحزن بتديه، الفرح، لا، شابوه كارولين، حلو قوي، استمري واشتغلي على نفسك، ودايما تاخدي الادوار اللي تظهر امكانياتك زي كده يعني. الدور ده اظهر كل الامكانيات في كل حاجه. شفناكي كتير قبل كده وكنتي ناجحه، لكن الدور ده برز قدراتك التمثيليه، لان هو تمثيل مش دايركت، مش حاجه واحده، تمثيل، تيمات، تعبيرات، تغييرات، انت ملكت الادوات بتاعتها كويس جدا. دنيا المصري، سميحه عبد ربه اللي حاولت تكرهنا فيها في المسلسل من دور الشر، ولكن دنيا المصري لا، نجحت يا دنيا واديت الدور كويس جدا جدا، خلتينا كرهنا الدور، لا بس ما كرهناكيش انت، لان احنا عارفين انك انت بتمثلي، اديتي اداء كويس جدا جدا. الشكر للمسلسل، المخرج اللي ادى العمل، زوايا التصوير، الاماكن، حلو حلو الحقيقه. انا مش عايز، في ناس كتير تاني طبعا ادت اداء رائع جدا جدا جدا، مش عايز ايه انقصهم حقهم، بس الاداء فعلا اداء راقي وعالي جدا جدا جدا.
انا طولت النهارده ولازم اصحى بكره بدري، مش هقدر اقعد معاكم اكتر من كده. طولت عليكم، ما بحبش اطول عليكم، لكن كان لازم اقول الحاجات ديت. وان شاء الله ناوي اعمل معاكم لقاء مفتوح، نسهر ندردش مع بعض، تسالوني واجاوب معاكم. بس انا هعلن على اللقاء المفتوح ده في يوم من الايام قريب ان شاء الله، لان انا محتاج ان انا اتواصل معاكم لايف على طول كده، ناخد وندي مع بعض ونسهر مع بعض سهره معاكم. شكرا ليكم احبائي، كل سنه وانتم طيبين جميعا، مسلمين مسيحيين ملحدين بهائيين مصريين اولا واخيرا، اخوات اولا واخيرا، بنحب مصر اولا واخيرا، بنتمنى لها الخير، بنتمنى لها الرفعه، بنتمنى لها مستقبل افضل. كل سنه وانتم طيبين احبائي. من قناه الصوت الصارخ ارسل لكم محبتي وقبلاتي، والى اللقاء في حلقه اخرى باذن الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه. دكتور وجيه رؤوف، مع السلامه.